لم يأتي بشيء جديد لم يسبق إليه من قبل العلماء السابقين فيما قرره من تفسير آية لا يمسه إلا المطهرون أولا، وفيما ذهب إليه من جواز قراءة القرآن أو مس القرآن لغير الطاهر، فكل ذلك هو مسبوق إليه. وهذا في الواقع من طبيعة المنهج السلفي ومن شروطه التي منها أن الدعوة السلفية لا تتبنى رأيا في مسألة جرى العمل عليها على وجه من الوجوه أو رأي من الآراء. فالسلفية لا تتبنى رأيا لم تسبق إليه، وإنما طريقها وخطتها ومنهجها إنما هو. وعليكم السلام ورحمة الله. عندك هناك وراء إنما هو اختيار قول من الأقوال التي قيلت، سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية أو في تفسير الآيات الكريمة. فتفسير آية لا يمسه إلا المطهرون لأنهم هم الملائكة المقربون، هذا تفسير مسبوق. وعليكم السلام. تفسير مسبوق السلفيون فيه من قبل جماعة من العلماء في مقدمتهم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فقد ذكر في كتابه المشهور الموطأ قال: أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها كالآية التي في سورة عبس: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. بأيدي سفرة هم المطهرون في الآية الأولى، لا يمسوا المطهرون بأيدي سفرة، وهكذا القرآن يفسر بعضها بعضا. وللإمام مالك من بين الأئمة فضل السبق إلى إلفات نظرنا إلى أن آية لا يمسه إلا المطهرون يفسرها قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: بأيدي سفرة كرام بررة. ومن العلماء الذين فسروا الآية بما سبق ذكره تفسيرا علميا مبسطا المحقق المشهور ابن قيم الجوزية، فإنه له كتابا طريفا بعنوان أقسام القرآن تعرض لتفسيره لهذه الآية لقوله تعالى في ما قبلها: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين.
فبمناسبة قوله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، تعرض ابن القيم لتفسير هذه الآية في ذات الكتاب أقسام القرآن، فذكر وجوها عديدة في تأييد أن المطهرون في الآية إنما هم الملائكة. يحضرني الآن بعض تلك الوجوه، منها أولا أنه يقول إن الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون ولم يقل إلا المتطهرون، ومن حيث الأسلوب العربي هناك فرق كبير بين المطهر وبين المتطهر. فالمطهر هو المطهر خلقة وفطرة، وليس أولئك إلا الملائكة الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أما نحن معشر البشر فلسنا مطهرين، وإنما نحن نوعان، قسم يتلوث ثم يتطهر، وهؤلاء هم المحبوبون عند الله تبارك وتعالى كما قال في الآية المعروفة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لأن المتطهر هو الذي يتطلب الطهارة ويسعى إليها ويعمل بمقتضى تطهير نفسه بالتوبة إلى الله وقيامه بالمكفرات من الأعمال الصالحة. أما الملائكة فهم لا يتلوثون حتى يتطهروا، وإنما هم منذ خلقهم ربنا تبارك وتعالى كما قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فحينما نعود بهذا إلى الآية المبحوث فيها فنلاحظ أن الله عز وجل يقول لا يمس إلى المطهرون، يتبين لنا أنه المقصود الملائكة وليس البشر، لأننا عرفنا من الآية الأخرى أن الله حينما عنى البشر قال المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا دليل أو وجه من الوجوه التي استند إليها ابن القيم في تأكيد أن المقصود في الآية الملائكة فقط. وجه آخر هو الوجه الذي نقلته عن أستاذ محمود، فهنا ضمير لا يمسه، فإلى أين يعود؟ يظن كثير من الناس أنه يعود إلى المصحف الذي هو يحصر القرآن بين دفتين، فهذا يرده ابن القيم بحجة أن المصحف لم يسبق له ذكر في سياق في الآيات، وإنما سبق فيها ذكر لكتاب موصوف بقوله مكنون، وإنه لكتاب مكنون في كتاب مكنون، فكتاب موصوف بكونه مكنونا، هذا الوصف لا ينطبق على المصحف الذي بين أيدينا لأنه ظاهر وليس مكتونا، لأن المقصود من المكتون هو المستور. فما هو الكتاب الذي ينطبق عليه هذا الوصف مكنون؟ هو الذي جاء أيضا ذكره في آية أخرى، قرآن كريم في لوح محفوظ. هذا اللوح المحفوظ هو الكتاب المكتوب. فإذا رجع ضمير لا يمسه
إلى هذا الكتاب المكتوب. ويؤيد هذا قول الإمام مالك السابق حيث قال في أيدي سفرة كرام بررة، فهؤلاء الكرام البررة هم الذين يمسون هذا الكتاب المكنون الذي هو في اللوح المحفوظ، أي معنى الآية لا يمسه إلا مطهرون، أي أصل هذا الكتاب الذي بين أيدينا أصله المكنون المحفوظ الذي لا تناله الأيدي إلا أيدي الملائكة، هذا الكتاب هو الذي لا يمسه إلا مطهرون. هذا وجه. وهناك وجه آخر يذكره أيضا فيقول قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون جملة خبرية، وخبر الله لا يتأخر ولا يتخلى، لا يمكن أن يكون مخالفا للواقع. فلو أن الله عز وجل يريد من الآية هذا المصحف الذي بين أيدينا فنحن نعلم بالمشاهدة أنه يمسه غير مطهر قطعا من المسلمين الذين يعني أولا لا يرون وجوب الطهارة بمس القرآن أمثالنا، ومن المسلمين الذين يرون وجوب الطهارة ولكنهم يتكاسلون ولا يهتمون بمثل أولئك الذين يدعون الفرائض كلها، فأولى وأولى بهم أن يدعوا التطهر بمجرد مس القرآن. وأخيرا يأتي الكفار الذين لا يؤمنون بأصل القرآن كله، فهم يمسون القرآن على جنابة لأنهم دائما غير متطهرين. كيف يمكن أن يكون هذا كله واقعا والله تبارك وتعالى يخبر فيقول لا يمسه إلا المطهرون؟ أحد شيئين، إما أن يكون خبر الله غير صحيح لأنه مخالف للواقع، وإما أن يكون فهمنا لخبر الله فهما خاطئا، فهذا الفهم الخاطئ هو الذي اصطدم في الحقيقة مع الواقع وليس خبر الله، لأن خبر الله لا يتخلف ولا يتأخر. فإذا دار الأمر بين أن نتهم الله بإخباره بخلاف الواقع وبين أن نتهم عقولنا وأفكارنا وأفهامنا في خطأ الفهم، فماذا نختار؟ لا شك نختار الأمر الأخير، لأنه لا يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يظن أو أن يخطر في باله أنه من الجائز على الله أن يخبر خلاف الواقع. إذ الأمر كذلك لم يبقى إلا أن الآية معناها ليس كما يظن الناس، لأن هذا المعنى مصاب للواقع. قال تعالى لا يمسون المطهرون، ففهمنا أن المطهرون هم المسلمون الذين يتطهرون، فرأينا هؤلاء المسلمين يمسونه وهم غير متطهرين. إذن هذا الفهم هو الخطأ، لأن الله لا يخطئ. فما هو المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح عرفناه وما سبق، أن يطهرون في الآية هو الملائكة وليس البشر. إن ذاك لم تصطدم الآية مع الواقع. هذا إذا ما فهمنا وهو الواقع أن الآية الجملة خبرية، إخبار من الله أن الكتاب المكنون لا يمسه إلى المطهر. قد يقالها هنا لأنه ممكن أن يقال أن الآية جملة خبرية ولكن المقصود بها الأمر والإنشاء، أي تكون الآية نفي بمعنى النهي، ولكن هذا يرد عليه أن الأصل أن لا يصار إلا مثل هذا التقدير إلا إذا لم يمكن
فهمه على أنها جملة خبرية محضة. فإذا أمكن على الطريق السابق بقيت الآية خبرية وليس فيها شيء من إنشاء. فإذا نظرنا نحن إلى هذه البيانات وهي كلها مما أفصح عنها ابن القيم في كتابه السابق أقسام القرآن، حينئذ يتبين لنا أن التفسير الصحيح في هذه الآية أنها لا علاقة لها بموضوع مسألة القرآن على غير طهارة، وإنما هي جملة خبرية يخبر الله عز وجل عن أن الكتاب المكنون المحفوظ في اللوح المحفوظ هو لا تنال وإيد الشياطين كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين، وإنما تناله وتنزل به الملائكة المقربون بأيدي سفرة كرام برامج. هذا فيما يتعلق بموضوع مس القرآن.